بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين وعد تي في في كل مكان. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج للرجال فقط، مواضيع هلبة، فقرات متنوعة راح نحكوا فيها زي العادة على هلبة حاجات. لكن قبل ما نبدأ معكم في أي حاجة، قبل ما نبدأ في أي الفقرة، خلونا نطيروا على السريع للجنجل ونرجعوا بعدها من جديد نبدو مع أول فقرة. خلوكم معنا. يا سلام عليكم وعليا. راح نبدأ في أول فقرة في حلقة هاليوم، الفقرة اللي هي ريد لاين. الفقرة هذه يلي أنا ما عنديش معها الروح، لأني مفرغ في قلبي، مفرغ في قلبي ومفرغ في قلوب هالبنات. هالبنات يقولك شهادة بالله إنك أنت ما بصراحة يعني تجيب في التايهة. أوكي، الفقرة هذه اللي ما عندكمش معها روح في حلقة هاليوم، اللي راح نحكي فيها معاكم على الفرق. الفرق وين الفرق؟ الفرق بين الشاب الليبي في بلاده وبرا ليبيا. ايه، فقرتنا لليوم بنقدموا فيها الفرق بين الليبي في بلاده وبرا بلاده، يعني سواء في اوروبا او في امريكا او حتى في الوطن العربي الشقيق. بعدين بيجيني حد يقولي في شين الفرق مثلا يا محمد، في شين الفرق، شين الفرق بين الاثنين حسب رايكم؟ يلا، رغم انهم الزوز ليبيين لكن دائما تلقى في ليبي يحترم اشارات المرور والليبي لا. هذا هو الفرق اللي باش نتكلموا عليه في حلقه اليوم. تمام، انت في حوشك او في منطقتك داخل ليبيا وتتفرج علي حاليا في برنامج للرجال فقط، اسمعني، لو كنت نقول في كلام ما فيش منها انت تقدر تكذبني، تقدر تكذبني. خلينا نبدو بالمتغربين يلي عاونوا في كل شيء في الحوش. تلقى شخص انه هو في ليبيا ما يدير فيه ولا حاجه، لكن مجرد انه هو يتغرب فتلقى انه هو يدير في كل شيء في حوشه، صح ولا مش صح؟ تلقاه يدير في كل حاجه في حوشه، لان باختصار هي الغربه صعبه يعني، والحياه هي تعاون، سواء كنت انت في ليبيا او برا ليبيا فالحياه انها هي تعاون. تعرف ان لازمك تشارك في كل حاجه في الحوش، سواء كانت زوجتك ليبيه او كانت غير ليبيه، يعني اجنبيه او من اي دوله كانت. هذا طبعا انا ما تكلمتش على العازب، انا هنا قاعد ما تكلمتش على العازب اللي يدير في كل شيء بروحه. العازب اللي يدير في كل شيء، انا واحد منهم طبعا، انا يدير في كل حاجه نغسل بروحي، طيب بروحي، كل شيء يدير فيه بروحي في غربه. لكن لما انا كنت في ليبيا ما كنتش ندير في ولا حاجه، هذا للامانه يعني، لو جينا نتكلم في الحق. تمام، انت في حوش بوك وامك تدير في اللي تدير فيه في حوشك حاليا تو بروحك في الغربه؟ طبعا لا. على الرغم اننا ديما شنو نقول؟ نقول ان مش الكل ما يعاونش. في بعض الشباب الله يفتح عليهم قاعدين يساعدوا في ابوه وامه في الحوش، وقاعدين يساعدوا في اخواتهم، يديروا في كل شيء. لكن مش هلبه، اقليه، ناس شويه، ناس شويه. خلينا نتكلموا على نقطه ثانيه، هذه نقطه بعيده تماما عن الحوش. في بعض الرجال تقريبا انهم ما عندهمش مسؤوليه تجاه البنيه التحتيه والمنشات بتاتا. يعني عادي انك انت تلقى الراجل اللي هو يدور بسيارته، لا احترام لإشارات المرور ولا احترام للناس في الشوارع، وهذا واقع ما نقدروش إن احنا ندسوه ولا نغمضه على عيوننا. طيب سؤال، لما تكون برا، لما تكون برا البلاد، نقصد مش برا في الشارع، لا نقصد برا البلاد، ليش تكون محترم أكثر من اللازم؟ ليش ما تديرش الشيء هذا في بلادك في ليبيا؟ انت مواطن تعيش في ليبيا ولا تعيش برا ليبيا، خليك محترم والكل يوقف لك تعظيم سلام، خليك انسان مسؤول على تصرفاتك. اوقف الصف زي ما تدير برا، اوقف الصف في بلادك واحترم المسافات، وخليك انسان يحترم اي شخص يشوفه. لما بتمشي بتاخذ حوايج، علاش انك انت بتخليش في كل حاجه هي منظمه في مكانها؟ علاش انك انت لما بتكون برا، لما بتكون برا نعاود، لما بتكون برا مستحيل انك انت تحوس محل حتى لو كنت بتشتري حوايج بمليون دينار، مستحيل. علاش انت ما تحترمش رجال الامن اللي هم قاعدين يامنوا فيك، قاعدين يامنوا في كل مكان؟ علاش انت ما تحترمش في السياره اللي جيت ترفع في الفضلات او سيارات الكناسه اكرمكم الله؟ علاش انك انت لما تكون في ليبيا تلوح في الكناسه في كل مكان، وانك انت تفتح في رشن السياره وترجع تلوح في الكناسه على طول ايدك؟ علاش برا الحاجه هذه ما تقدرش تديرها؟ لازم الشخص ان هو يحترم نفسه قبل ما يحترم غيره، ويقعد انسان يقولوا عليه ما شاء الله هذا راجل وسيد التريس في التربيه وفي الاخلاق. انت
اللي عايش برا، خليني نوضح نقطة حتى هذه مهمة جدا، الشخص اللي هو يكون عايش برا مش ضروري انك انت لما تروح البلاد تقعد تتجكتر على اولاد شارعك او اولاد منطقتك او في حوشكم. خليك متواضع ودير نفس اللي بتديره برا. دير الشيء اللي بتديره برا مفروض عليك، ما تخليش انه مفروض عليك، خلي الشيء هذا في طبعك. خلي الحاجة هذه في طبعك، الشيء اللي بتديره في حوشك برا ديره في حوشكم في ليبيا. انا اللي بنقول شيء واحد بس، مفيش ولا فرق بين الليبي سواء كان في بلاده ولا برا بلاده. الفرق الوحيد هو الاحترام. احترم روحك قبل غيرك. وهذه كانت فقرة الريد لاين. نتمنى كل شخص شاف الفقرة هذه والموضوع هذا انه هو يسمع كويس. ما تقولش لا انا والله برا لازم اكون راقي لما اجي في ليبيا ندير ما نبي. لا، زي ما انت عايش في دولة برا، حتى ليبيا دولة ولازم تحترم أي حاجة موجود فيها. وأهم حاجة، يا ريت هذه رسالة لكل الناس اللي قاعدين يتفرجوا فيها سواء كانوا رجالة ولا نسوين، يا ريت إن احنا ما نقعدوش نلوحوا في الكنائس بتاعنا في كل مكان. تفكر أنت لما بتجي تلوح الشكارة بتاعك إن في عبد زيك زي بيجي مسكين ينار بيقيم الشكارة بتاعك وبيحطها وين؟ بيحطها في سيارة نادي خدمة مفروض عليه. ولكن يا ريت إن احنا نسهلوا لهم، يا ريت إن احنا نكونوا متنظمين أكثر، وزي ما احنا متنظمين برا لازم نكونوا متنظمين في بلادنا. هذه كانت فقرة الريد لاين. نمشوا على السريع توا وين؟ نمشوا لفقرة الشيف منير ونرجع لكم بعدها من جديد. خلوكم معاي ومولي لكم. اهلا بكم من جديد من وقت الطلعة انتكم بتاعتكم الاستوديو جيتكم انا. المهم شنو حالكم، شو اموركم، شو اخباركم من جديد من وسط الكوجينا مع الشيف منير. فقرة الشيف منير مش انا شيف، هي انا شيف قاعد اعلم فيكم. انتو قديش حلقة قاعد اعلم فيكم الشيف، تي شيف ونص يا اخي. باه اليوم شو راح نديره مع بعضنا؟ اليوم راح نديره الشكشوكة. لكن الشكشوكة اليوم بطريقتنا، يعني هذه انا ما نعرفش هل بيديروا فيها غيري ولا انا بس ندير فيها هيك ما نعرفش. لكن اليوم انا راح نوريكم طريقة الشكشوكة اللي انا ندير فيها الصبح. اول حاجة راح ناخده على بركة الله، راح ناخده كبعة طماطم يكونوا كويسات من جردينة الشيف منير. من جردينة بعد مش شيف كريم، بس عنده جردينة تاني الله يبارك، عندي جردينة لكن جردينة فقيرة. باه ناخذوا كعبات طماطم زيها نغسلوهم. ما ايش قلنا الشيف كريم؟ انا بص رايك يا كيمو حبيبنا والله. باه هذه الطماطم اللي انا بنحتاج لها. تمام، شنو حندير لها؟ حنقرضها دوائر وحنقول لكم شنو راح ندير لها. باه ناخذ نجيب الطاوه بتاعي. الطاوه هذه زين، بسم الله زيك. باهي اعتقد هادو سدت 100%، انا مش محتاجه للثالث. زوز طروف، زوز كعبات طماطم، جوك احلى جو. باه خلاص انا تو درت الطماطم، شو راح ندير؟ حنضيف البصل، قشر البصل، قشر التومة، قرض الطماطم، قشر البصل، قشر التومة، قرض الطماطم. هلبة تمو. هاي دوائر وهادي هذا البصل بتاعنا هكي حتى هو يتست فوقه. باهي هكذا بهذه الطريقة. تو شو بندير؟ زيت المروج زي هيك وحنرفعوه للغاز يطيب. بعد ما يدبل البصل مع الطماطم راح نرجع باش نقول لكم شو راح نضيفه. خليكم معنا. يس اسمعني صوت الطيب، اسمعني. يا سلام. تمام تو بعد ما نشوفوا هذه شو صار فيها، ثلاث دقائق طابت، حناخذ تو قرنين بالحساب فلفل، قرن من النص. باه
يا السلام عليك. حنضيفوا توا التوابل اللي عندنا في التوابل. شنو عندنا؟ فلفل احمر، وعندنا كركم، وعندنا فلفل مدخن، وعندنا ملح وفلفل اسود. هذو التوابل اللي راح نضيفوهم للشكشوك. فلفل اصفر اللي هو كركم، قولها فلفل اصفر يا راه ما كذبش عليك، كركم، نضيفوا له كركم باي، ونضيفوا له الفلفل المدخن. حاجات بسيطه لنا. وماذا بيكم في الصبح لما تكونوا انتم في الصبح ما مش ضروري تكثروا في التوابل، مش ضروري. لو نضيفوا الملح، رشه فلفل اسود، تمام، خلوا شويه الفلفل ياخذ حتى هو شويه، حاجه بسيطه بس تطيب ده. وبعد تالي شو راح نضيفه؟ راح نتلاقوا باش نضيفه الدحين تاعنا. خليكم معنا. يلا تمام، احنا تو باش نضيفوا الدحي، راح ناخذوا اربع دحيات ونضيفوهم للشكشوكه نتاعنا. بسم الله، هذه الاولى، حاولوا تحطوها في اماكن بعيد على بعض. يا ساتر يا ساتر. اوكي، الدحي قاعد يطيب. انا راح نستغل الوقت، شو راح ندير؟ راح ندير اللمسه الخطيره في الشكشوكه. شنو هي؟ اللي هي الجبنه، شي ذير موزاريلا، موزاريلا اللي انتم متوفر عندكم من انواع الجبنه راح تضيفوه. راح ناخذ واحده زياده هنا ساده، تتقرضك بالطول. اي نوع انتم جبنه متوفر عندكم يا اولاد؟ تو نجي حنضيف الجبنه بتاعي. تعال شوف، اقرب لي. اوكي، هي قاعده تطيب، نضيف لها الجبنه بالشكل هذا. وهيك تكون الشكشوكة جاهزة. الشكشوكة جاهزة، شو راح نديروا لها؟ رشة زعتر، ويبدأ جوك أحلى جو. شوف لي بالله عليك، شوف لي تنسق في الألوان. لما نعرف روحي يخربها، لما نعرف روحي مش عارف مطيب اصلا، نبدا نقول لك شوف لي التناسق الالوان. اما هي الموضوع والله بجديات، في شوف الالوان، شوف الاخضر، شوف الليمي، شوف الاصفر، خاش عليه شوي احمر، والاخضر هذا اللي هو الحبق شو اسمه هذا الزعتر، والفلفل برضو اخضر، في كسر في الالوان، في حرب صايره في الموضوع. تمام، هذا زي ما قلنا. شوفوا لي، شوف لي رايك، انا هنا نبي رايك. أنا بيش نحكي على الموضوع، ما بيش نحكي على البنة، تو بدو قول بنة. بسم الله، شوف لي شوف لي شوف لي. بسم الله، يا عالم حايس، عالم البصل مداير جو. يعني أنا مش محبي البصل قلبه، لكن البصل والله العظيم داير جو. على الرغم من أنا نقول لكم حاجة، أنا أقول لكم شيء، أنا شبه يوميا طيب في هذه بهاي، بس اليوم جد والله لهلا هني ندير ما في جهدي باش نبين الفلاحه نتاعي. ما فهمتش المهم اليوم كيف جت هيك بزياده على اللزوم، ما فهمتش. وعدت نجي متلخبطه، لكن غير اليوم تلفزيون حبيت ندير شو مستف، فهمت الفكره؟ لما نكون بروحي يبدا اخوه على ابوه كله، لكن اليوم بحكم انه في التلفزيون فحاولت ان نرتب الجو يعني باش تشوفوا تقولوا محمد الله يبارك عليه. يا سيدي يعطيني الصحه وصحتين وعافية على قلوبكم إن شاء الله الشبيبة. فأتمنى أن يتنال إعجابكم، وأنا وين راح نكمل كلامي؟ راح نكمل كلامي في الاستوديو، خلوكم معاي، راجعين.